مستر مانويل جوزيه كان موجود في الفريق الاول، كان محتاج لاعب في نص الملعب يفسد هجمات فريق الخصم او فريق المنافس. عايز ديفندر. عايز ديفندر من الاخر. ودي مواصفاته. فتم ترشيح عدد من اللعيبه اللي موجوده في فريق الشباب. كابتن حسام عاشور مش من ضمن الاسماء دي. فمستر مانويل كان معاه ارقام 4 لعيبه، فاتفقوا معاه ان هو يروح يتفرج عليهم في ملعب 4 في مدينه نصر. لكن انا عايزك تحكي الكواليس وتقول يعني للناس ان الموضوع كمان قدر هنا بيتدخل زي ما اتدخل في الناشئين واتدخل مع كابتن اسامة عرابي، اتدخل في اختيار مستر مانويل جوزيه للكابتن حسام عاشور. يعني انا كنت متصاعد مع العشرين سنه، فريق العشرين سنه، كنت انا لسه صغير، كان عندي 16 سنة 16 سنة ونص حاجه زي كده يعني. مستر مانويل جوزيه كان جاي يتفرج على 4 لعيبه. كان عماد النمر كانوا لسه جايبينه من فرقه بره ب 150,000 جنيه، كان رقم مهول طبعا. وكان شعلان وكمال علي وفيليكس، دولت الاربعه الفرقه ال 20 سنه مرشحهم او القطاع الناشئين مرشحهم عشان يطلعوا درجه اولى. دي كانت الفتره بتاعتهم يعني. فكان هو مستر مانويل، هو وكابتن اسامه عرابي وكابتن حسام البدري، كانوا هم اللي ماسكين الدرجه الاولى في الفتره دي. فكنت انا بلبس رقم 4 كده، وديفندر كنت متصعد معاه. فبعد الماتش كده فتختار مين من الاربعه؟ قالوا لا انا عايز رقم 4 ده. فقال له لا احنا مديناك اربع اسامي، ودولت المفروض يطلعوا، ودولت عندهم 20 سنه وكده. قال لهم دي شغلتي انا المدرب وانا اللي اقول. فلا انا عايز الرقم 4 ده. طب ده هتعمل بيه ايه؟ ده لسه ده صغير كده، ده الوحيد اللي ما الكلمه دي انا فاكرها، الوحيد اللي ما بيفتيش بيلعب السهل واصعب. يعني الكلمه دي هو اللي قالها لي، اصعب حاجه في الكوره اسهل حاجه. صح، يعني اصعب حاجه في الكوره اللي انت تلعب السهل، السهل دي مش اي حد يلعبها. فده اللي طلع عليا الموضوع ده. فالحمد لله طلعت درجه اولى وشرخت. طب تفتكر يا كابتن حسام لو حد كان مكان مستر مانويل جوزيه اللي هو صاحب الشخصيه القويه صاحب الراي اللي دايما بيفرضه على اي حد مهما كان هو مين طالما للمصلحه العامه، هل كان ممكن ده ياثر شويه على قراره؟ يعني كان ممكن لما يتم ترشيح لعيبه ويقولوا له هم دول اللعيبه لازم تختار منهم، كان ممكن يسمع الكلام وكان ممكن يتخلى عنك؟ ولا شخصيه مستر مانويل هي اللي فرضت عليهم وجود الكابتن حسام عاشور؟ لو العكس، لو شخصيه ضعيفه كان هم دولت الاربعه وانت اختار منهم، احنا مش قايلين لك رقم 4 ده مش لسه صغير يعني. فهو لا، مستر مانويل شخصيه قويه جدا، شخصيه مميزة، شخصية فريدة، يعني من أحسن المدربين اللي اتعاملت معهم في حياتي، اللي بيتعامل مع اللعيبة مش كلهم زي بعض. يعني عارف حسام عاشور دخلته ازاي، عارف محمد بركات دخلته ازاي، عارف أبو تريكا ممكن أضغط عليه شوية، ممكن أحمد السيد لا ما زعقلوش كتير، شادي محمد ممكن أضغط عليه، محمد شاوي لا أتكلم معاه بالراحة، عارف مفتاح كل واحد فينا. فده اللي خلانا ننجح معاه. مستر مانويل طبعا من المدربين اللي انا استفدت منهم كتير جدا. مين بلغك يا كابتن حسام بعد الماتش ان خلاص عايزينك في